طبعا انا اليوم حاليا في كارفور، هذا الافران عندهم، أكل للكلاب. هذا طبعا كله خاص بالكلاب والقطط، عندهم يعتبرونهم شيء زي البيبيز تقريبا. يعني شو هذا؟ يعني أدوات لهم، كل شيء يخصهم، كل شيء يخص الكلاب يخصهم. في هذا تقريبا زي المسواك للأسنان أو شيء. طبعا اللي قبل شوية كان للكلاب، الآن للقطط. مرة كيوت، شوف الأكل حقهم. طبعا هذا اللي ما أعرف والله، المهم إنه كل شيء خاص بالقطط. صراحة أشوفهم، صراحة أنا أحب القطط، يعني أؤيد إنها تكون في البيت غير عن الكلاب. أسعار الاستشوارات عندهم، الأشياء هذه كانت خياطة.